من دواعي السعادة الآن أن أرحب بصاحب السعادة السيد فوستين أركانج توادرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى. لك الكلمة السيدة. شكرا سيد الرئيس. صاحب السعادة، صاحب سعادة فخامة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أصحاب السعادة سيداتي وسادتي رؤساء الدول والحكومات، السيد الأمين العام للأمم المتحدة سيداتي وسادتي، إن مؤتمر الأطراف 27 الذي يجتمع في هذه المدينة الجميلة مدينة شرم الشيخ يقدم لنا الفرصة الأخيرة لتقييم التزامتنا لصالح الكوكب. إن الأزمة المناخية الاستثنائية لهذه الأعوام الأخيرة كان له آثار مدمرة على نطاق واسع، مست بقاء البشرية جمعاء وأيضا امتدت للاقتصاد والبعد الاجتماعي وصحة البيئة والحوكمة والسلم والأمن الدوليين. لنقل الأمور بوضوح، إن الدول السرية والملوثة الكبيرة هي المسؤولة على هذا الخطر الذي وضعت البشرية فيه. إن أفريقيا حيث إسهامات انبعاثات غازات الدفيئة هو هامشي لأنه أقل من 4%، لا يجب أن تستمر في أن تدفع ثمن الجرائم التي لم ترتكبها. ورغم مسؤوليتنا التاريخية في تدهور المناخ، فإن الدول الثرية يجب أن تساعد الدول الفقيرة في تطبيق خطط العمل الوطنية للخفض ذات الطبيعة الطوعية. أصحاب السعادة سيدتي وسادتي، الدول النامية كدولة نامية جمهورية أفريقيا الوسطى ستمارس حقها السيادي الدائم على مواردها الطبيعية لاستخدام الغابات في إطار مصلحتها التنموية الوطنية ولرفاعة الشعب. ولكن على الرغم مما سبق وإيمانا منها بالالتزامات الدولية وإدراكا لمسؤوليتها في الحفاظ على أكبر ثاني غطاء حراجي في العالم والذي يعد الرئة الحقيقية الإيكولوجية للكوكب، فإن بلادي تواصل جهودها إلى جانب دول حوض الكونغو لاستغلال عقلاني ورشيد ومستدام للموارد الغابية عبر تنفيذ خطط المختلفة. وللأسف فإن الوعود، وعود جلاسكو بمليار ونصف من الدولارات المخصصة لدول حوض الكونغو لتسمح والموزعة بصورة عادلة لتسمح لها بخلق الظروف للصمود المناخي والنهوض بتنمية منخفضة الكربون. وندعو إلى تحقيق والوفاء بهذه الالتزامات والوعود التي قطعتها الدول المتقدمة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمتمثلة في تعبئة 100 مليار دولار أمريكي كل عام للاستجابة للاحتياجات ذات الأولوية للدول النامية. إن جمهورية أفريقيا الوسطى تعيد التأكيد هنا على انضمامها للموقف الجماعي الأفريقي ولمجموعة 77 والصين حول المفاوضات بشأن نظام مناخي جديد. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار تمويل الأنشطة المناخية وأن نضاعف ما هو مخصص للتكيف والذي تقرر خلال مؤتمر الأطراف 26 والخروج من هذا المؤتمر بقرارات حول التمويل، تمويل الخسائر والضرر وكذلك السبل الكفيلة بضمان التنفيذ للإسهامات المحددة وطنيا. ومن فوق هذه المنصة أطالب الأخذ بعين الاعتبار بالوضع الخاص لأفريقيا في إطار مكافحة التغيرات المناخية، وهذا الشرط المسبق لبلوغ الحياد الكربوني بحلول 2050 والقضاء على تردي التنوع البيولوجي وإنقاذ الكوكب الذي يتعرض للانهيار ليحفظ الرب إذن البشرية جمعاء. شكراً.